السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوى المواقع في التدريس عن بعد وفي إن الطلبة تتواصل مع المدرسين إدمودو، وفي فعلا ناس كتير بدأت تعتمد عليه. طيب أنا هبدأ هنا أغير اللغة، أخليها اللغة العربية عشان يبقى الموضوع أسهل. طيب أنت لو أول مرة تسجل بتقول له تسجيل، لو اللي هي ساين أب، لو أنت مسجل قبل كده بتقول لوج ان او تسجيل دخول. طيب هل انت معلم ولا طالب ولا ولي امر؟ لو انت طالب او ولي امر لازم يكون معاك الكود اللي انت بتعمله كمعلم. يعني المعلم هو اول الواحد بيفتح الفصل وبعد كده بيبعت الكود للطالب والولي الامر. لما تقول له انا طالب هيقول لك لازم تديني رمز الصف. تمام، هتلاقي هنا رمز الصف بيقول لك رمز المجموعه مكون من 6 ارقام تاخده من المعلم بتاعك. يبقى انا لازم اكون المعلم الاول، وبعد كده ممكن اسجل باوفيس 365 او مع جوجل. هقول له انا عايز الحساب دوت، بيبدا في كلاس كنا عاملينه قبل كده. طيب لو انا عايز اعمل كلاس جديد، طيب هنا انا عملت دخول فهو اوتوماتيك خد اللغه اللي كانت موجوده قبل كده اللي هي اللغه الانجليزيه. طيب ممكن اجي اقول له انا عايز اغير اللغه للعربي، ليه ان انا هنزل تحت واقول له لانجوج وابدا اختار اللغه العربي. هو حتى لو كنت عربي او انجليزي بتلاقي الحاجات سهله وبسيطه مفيش مشكله خالص. طيب اللي عندي فصول دراسية ده الفصل موجود، ممكن اقول له انا عايز اعمل صف جديد، اسم الفصل الدراسي وليكن مثلا دراسة علم حديث مثلا، من اهم العلوم. تكتب وصف للمجموعة، تمام، اختار الصف، هل الصف الاول الثاني الثالث الرابع، اختار مثلا الصف السابق هو المفروض السابع. اختار الموضوع تكنولوجيا الحاسب فنون ابداعيه صحه رياضيات، تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انسب ليك. ممكن نحطها مثلا في العلوم، فبتختار بقى موضوع فرعي مثلا ايه الحاجه المناسبه ليك مثلا. طيب واللون بقى لو انت عايز تديها لون على اساس تفرق بينهم بسهوله، واقول له انشئ، فبيبدأ يعمل لي صف دراسي. وأهم حاجة إن أنا أبدأ أضيف الطلاب، أنا مش هدرس نفسي، فتبدأ تضيف الطلاب وتضيف الإيميلات والأشخاص، وممكن تضيف مدرسين بحيث يكونوا معاك. بتحقق من اختصاص الصف، تأكد من اختصاص الصف، وده الكود اهوت اللي احنا اتكلمنا عنه. تقدر تاخده كوبي وتبعته للناس، أي حد هيوصل للكود دوت هيدخل للفصل الدراسي دوت. تقدر تناقش بقى، يعني الفكره كلها ان انت عايز تكتب اي حاجه. تمام، طبعا اهميه علم الحديث ان طول الوقت بتتاكد من علم الحديث، تتاكد من الحديث ده هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا لا، وهكذا. فبتبدا تكتب المشروع بتاعتك، تقدر تحط صور، تقدر تحط ملفات، تقدر تضيف للمكتبه. ايه المكتبه ديت؟ في عندك مكتبه، في مكتبه هيت تقدر ترفع الملفات بتاعتك سواء من الكمبيوتر بتاعك او من وان درايف او من جوجل درايف. تقدر ترفع الملفات بحيث الناس تقدر تاخد الملفات العلمية ديت. تقدر تشارك المجموعة وتعمل مجموعة، تقدر فصل الدراسة هو بتاع البند لو حد مغلق نفتحه. تمام اهوت قاعد الفتح، احنا بنديه فترة معينة يعني، فاحنا ممكن نخليها مفتوحة اهوت، وده الكود لو حد عايز يشرفنا. تمام، طيب لو انت عندك مثلا المجلدات هي تقدر تنظم الملفات عليها، دي الاعضاء، دي المجموعة الصغيرة المجموعة الكبيرة، هو ده ادارة الصف. تقدر تعمل ادارة للصف، تختار اللي انت عايزه اهوت. المعلمين ممكن يبقى فيه اكتر من معلم، تقدر تعمل دعوة للاشخاص ودعوة بالبريد الإلكتروني لو أنت حابب. ده الطلاب، دول المعلمين، تقدر تضيف أكتر من معلم يبقى موجود معاك. ودي الرسايل،
انا اكتشف. دي معلومات اضافيه. طيب الفصول الدراسيه هيت دراسة علم حديث، نقدر نبعت بقى اختبار من الاختبارات. على سبيل المثال ممكن تعمل اد انشاء اختبار قصير، تبعت سؤال للناس عشان تتاكد ان هم استوعبوا الحاجه بتاعتك ولا لا. عنوان الاختبار القصير، تقدر تحط السؤال بالتعليمات وتقول مثلا ان هو ليهم مثلا 10 دقايق ربع ساعه يجاوبوا، تحدد الوقت وتقفل بعد الوقت ما بيخلص. تقدر تبعت شويه الاسئله، تحط اسئله كتيره، ممكن تحط اسئله وتديها اختيارات، يعني تبقى في اكتر من اختيار للحاجه ديت. ممكن تحط رابط، ممكن تضيف حاجه للمكتبه، ممكن تفرق ملفات. وانت تقدر تقول مثلا عايز السؤال ده يبقى صح وغلط، عايزه املى الفراغات، مطابقه، اجابات متعدده، وهكذا. ففي امكانيه كتيره ان انت تحط اسئله كتيره وتحط اختيارات كتيره عشان تتاكد ان الطلبه فاهمه الحاجه اللي شرحتها دي ولا لا. تمام. ممكن مثلا احنا مثلا لو بنتكلم في علم الحديث، ممكن نضيف حديث. طبعا عاوزين اسئله محدش عارف يجاوبها من احنا الاثنين، بس يعني ممكن علم الحديث. ممكن اختار من متعدد. ممكن بقى تسأل مثلا ما هو الحديث الصحيح. وتبدأ تحط بقى اختيارات موجودة والناس تبدأ تختار. طبعا انت بتعلم على الحاجة الصح اللي المفروض الطالب تظهر له الأسئلة من غير الاختيار، من غير العلامة الصح ديت. ولو علم على الحاجة اللي انت مختارها صح كده تتحسب انها صح. فزي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط ومش اي حاجة خالص، وسهل ان انت تعمل الكورس بتاعك وتتابع الدورات ايا كان بقى انت بتدي كورسات ايه او كده. تقدر تخش في الموضوع كورسات دوت وتقدر تبدأ تتعلم ان شاء الله.